السلام عليكم. ايما اخي، المرة اللي فاتت المدام نسيت النظارة. كان المرة اللي فاتت امانة، هذه لازم اعطيك لي نظارة متاعها. شو هو اللي خلاها الامان؟ المدام اللي جت معها اختي. سلم لي عليها بالله. يوسف شو هي الحكي؟ ما نعرفش. شي ما نعرفش؟ ما نعرفش. جابت لك المرأة لونيت وتقول لي ما نعرفش؟ يبقى مش مباتني بواحد ليه؟ وتقول لك سلمني عليها، معناها سور المرأة اللي جيت معاك طفلة. شنو هو الحكاية متاع لونيت؟ ما نعرف. شنو معناها ما نعرفش؟ ما تقولكش انت مش مباتني الطفلة. ليه؟ ما جيت لهنا هي انا داخل انا وياك، قلت لي هذي اول مرة جيت فيها. ايه؟ هي كيفاش؟ مال لونيت هذي متاع شكون؟ السلام عليكم. كويس شنو داير اليوم؟ الحمد لله لاباس. النظارة نسيتها المدام. شنو؟ استنى استنى، شنو هيك مش فما؟ يعجبكش؟ وقتاش جيتوني؟ سير أنا. زلمة زلمة زلمة. إي أنت يا خهية إي أنت يا خهية تتبلى عليك تويكا؟ لين تكون هذيا؟ لين تكون هذيا؟ هذه متاع المدام. نكلم فيك، شنو هي الحكايه؟ وقت تجي تحكي لي كل شيء. هذه اللي نتا ها ماش كلام خلاص. جيت وجابك ربي. البنت اللي جات معك الصبح نسيت في ورده اللي هديتها لها. شو يعني بي؟ بنت. انا بنت. شو يعني بي عمتي؟ تعرفني؟ ها؟ تعرفني؟ انا نعرفك انت ولا لا؟ مالك ما تعرفوش شنو؟ في ورده مال؟ لا الورده اللي انت اعطيتها للبنت. انا ورده وانا بنت صلي يعني بي. قالوا البنت اللي معك الصبح. اما صبح اما واحد صلي يعني بي. شكون البنت اللي معك الصبح؟ اما صبح صلي يعني بي، فمش من الحكايه. يا اخي تتبلى عليك. تتبلى عليك خلاص، مش مشكلة هديها لها. هدي مرة ليه دي مرة ليه يعجبكش؟ حتى هي حلوة دي. ليه حتى انت حلوة زي فيش تحكي يا اخي؟ ما انا اول مرة انا اول مرة جينا ليه اصلا؟ اول مرة تراها بجي تقول لك جيت مع الطفلة في صباحة. منعرف عليها انا مقربة هذي. صار لي شنية الحكاية؟ شنية وين مشيت يا اخي؟ طلعوا جعلي عليه هي ما جبتلكش ورده، هي قالت لك انت جيت مع طفله وهديت لها ورده في الصباح. جيت مع طفله لا جيت ورده في الصباح. فصار لي شكون الطفله؟ قالت لك لما الطفله صلي يعني بي. الطفله اللي جات معاك الصباح مانيش نعاود لك نفس الحكايه. ما تبهللش عليا، ما تعملهاش بهلول راه. ما تتبهللش عليها، قول لي انت شو دخلك انت انا والطفله؟ طب انت من غادي طولتي انت مقرب على الطفله، شو تحب تتعرق لي ببعضنا بالسيف؟ لاباس. كيفاه تحب تعركنا يا اخي؟ ما عندها ما تعمل خدمتها باش تعركنا احنا. نورمال انت تجي ورا الطفله هكا؟ يا ودي اصلا كيفني ما هيش مضبعه يا اخي، تحب تهددها بالعاني انت باش هي ما تحكيش الحقيقه؟ السلام عليكم. مرحبا، كيف حالك؟ وينك انت؟ كون ليك فتره مع جيت. اه ليك فتره مع جيت، وينك؟ وقت جيت بنت المرة اللي فاتت جات معاك. أنا بنت نسيت المكياج متاعها. بنتي أنا مكياج. لحظة وقتها جيت الطفلة معاه. أول مرة نجي لهنا. أمان أسكت، وقتها جيت الطفلة سامحني. وقتها جيت هوني. وقتها جيت هوني. جيت هنا شنو ما جيتش أمان؟ شنو أول مرة؟ أول مرة نجي لهنا شنو؟ أمان وقتها جيت. تروس مكياج تاع شكون؟ يا ودي قول لي أنت على شكون؟ يا ودي مش نتاعك. وقتها جيت تحكي، وقتها جيت ريت السنيسة. حتى مرة لهنا بنتي شكون؟ السلام عليكم. أمان سامحني جاي شخص. تروس مكياج تاع شكون؟ أنا وقتها جيت. تروس المكياج تاع شكون؟ ها؟ تروس المكياج تاع شكون؟ سألتك جاوبني.
أمان جاوبني يا عيش أختي، شنو تغمز فيها؟ إيش عمل هوني؟ ترسي ميكاس عشكور أنت البنت؟ أنا بنت قول لها أما بنت أنا بنت ما جبتش حتى كيفاش؟ كيفاش البنت؟ كيفاش شعرها؟ قول لها كيف شو كيفاش؟ كيفاش لون شعرها البنت؟ هي حلوة شعرها أسود طويل سوا أول مرة نجي لهنا شو؟ أول مرة سوا وصف البنت بيضة 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 شو شكلها ترى؟ ببتينا هي سوا 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 ريت نفس الحكاية دور دور ترجع سوا تجيبني في أنا وياه في نفس البلاصة أنت مش قلتك شن قلتك أنت قوم روح بيا ليه خنشوف قوم خلص ولا خليني نخلص عذروني كان أنا سببت مشكلة ليه أنتي ما عندك حتى مشكلة ليه ما عندك حتى مشكلة أنتي تفضل أختي أنتي خلي فلوسك لنسي تنحني لو سببت مشكلة ليه ما عندك حتى دخل أنتي هاي الروح هاي الروح بيا في مشكلة ليلي ما فما حتى مشكلة في مشكلة أنا يحلها عادي ليلي ما فما حتى مشكلة عايشك أنتي وبارك الله فيك ميرسي بوكو يعني كنت شوف أي سايي معلش يعني النظارة اسمع عادي ما تعطينيش رقم هالمرة كان هذا عادي نوصلها حتى ديكور ما يصير قلت لك أول مرة نحط ساقي أول مرة تجي هون يا أول مرة قالك أول مرة نجي تكذب تكذب مانيش نكذب تكذب 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 مني قال لك أنت شفتي أنت ولا هو قال لك أنت اللي قلت لي جاي مع سوا هي قالت لك أول مرة تتبلى عليك ما نعرفش لا سوا تتبلى عليك يا أخي طفلة تتبلى عليك يا دي شوف حل أنت يحكي معاك شنو الحل مش نشوفه وين شنو أول مرة نجي لهنا خلاص يا أخي شبيك تسيح أنت لاباسة شو أول مرة تطلع حكينا بخطيه وشي؟ شو أمان يزي حرشتها وتفهمين نزوز مبعثك كاميرا خافية شبيك يا أخي